كامل. أصدرت محكمة أردنية قراراً يلزم المطرب العراقي كاظم الساهر بسداد 3000 دولار مستحقات مالية من مشاركته في مهرجان الأردن 2010. وقال مصدر قضائي أن محكمة صلح حقوق عمان أصدرت قراراً يلزم الساهر بدفع مبلغ 3000 دولار أو ما يعادله بالدينار إلى نقابة الفنانين الأردنيين، وتضمينه رسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية. وأضاف أن القرار جاء إثر دعوى أقامتها النقابة في يناير الماضي ضد كاظم الساهر لعدم التزامه بدفع نسبة 3% من الأجر الذي تلقاها عن مشاركته في المهرجان والذي بلغ 100,000 دولار. دقات قلبي وقفا وخطاب.